وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. حلقة جديدة من برنامج إكسترا تايم، حلقة رح نسلط فيها الضوء على العديد من المواضيع المحلية وكرة القدم المحلية، بالإضافة لجولة على آخر الأخبار العالمية، ورح أكون معكم فيها أنا وفراس الجمل. مساء الخير عليكم جميعا. إكسترا تايم اليوم رح نسلط الضوء على جدول مباريات الأسبوع 18 من الدوري المحلي، ونركز هذا الأسبوع على قمة مباريات هذا الأسبوع بين الوحدات والفيصلي، كلاسيكو كرة القدم الأردنية يوم السبت المقبل. طبعا لاستعراض مباريات دوري المحترفين رح يكون معنا المدرب الوطني ديان صالح. مساء الخير كابتن. مساء الخير سميحة. مساء الخير فراس. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. إذا نبدأ حلقتنا اليوم بمباراة ذات رأس شباب الأردن. هذه المباراة اللي انتهت بفوز شباب الأردن بثنائية نظيفة، تفاصيل أكثر عنها بالتقرير التالي. في افتتاح مباريات الأسبوع 18 من دوري المحترفين، التقى فريقا شباب الأردن وذات رأس على أرضية ملعب الملك عبد الله الثاني في القويزمة. الفريقان دخلا اللقاء وعينهم على تحقيق الفوز ولا غيره. شباب الأردن لنفض غبار خسارته الثقيلة أمام الفيصلي في الجولة الماضية، وذات رأس من أجل مواصلة حصد النقاط بعد فوزه على سحاب في ذات الجولة بهدفين لهدف. الشوط الأول غابت عنه الفرص الحقيقية حتى نهايته، ومع انطلاق الحصة الثانية تمكن حسام أبو سعدة من التوقيع على الهدف الأول من رأسية متقنة، وما هي إلا دقائق حتى أضاف اللاعب سليمان أبو زمع ثاني أهداف اللقاء بعد استغلاله للدربكة التي حدثت في منطقة الجزاء، ينتهي اللقاء بهدفين دون رد ويرفع شباب الأردن رصيده إلى 24 نقطة، فيما توقف رصيد ذات رأس عند 14 نقطة. كابتن، البداية مع شباب الأردن وذات رأس، وشباب الأردن في لقاء اليوم استطاع أنه ينفض غبار خسارته بخمسة أهداف أمام الفيصلي بفوزه على ذات رأس بهدفين. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد شباب الأردن مباراة سابقة مع الفيصلي لعب بجل عناصره، خلينا نكون واقعيين، من الشباب الفريق الصغار يعني الواعدين الصاعدين اللي لهم مستقبل كبير كرة قدم الأردنية. الكابتن عيسى ترك أعطاهم الثقة أنه يبدأوا حتى يكونوا أساسيين في مباراة الفيصلي، كون الغيابات بالجملة في شباب الأردن إصابات كبيرة خاصة في العمق الدفاعي. نعم. وخاصة في أيضا بالعمق الهجومي، والشيشاني وغيابه المباراة السابقة أثر الكابتن عيسى أنه يعطي جرعة من الثقة لهؤلاء اللاعبين في مباراة الفيصلي. وكيف كان في خسارة، ولكن في كان ثبات انفعالي جيد للاعبين رغم النتيجة وهي خمسة مقابل لا شيء، لكن الفريق عماله بيأدي. حتى المدرب الكبير دائما، واحيانا في مدربين اذا بتلقى فريقه الهدف الاول الثاني بتلاقيه قاعد على الدكه، لا، الكابتن عيسى ترك واصل توجيه اللاعبين في المباراه السابقه حتى انه تكون رساله واضحه انه انتم لكم مستقبل النادي، انتم تكونوا موجودين، وكان يعني بشجاعه كبيره واصل اللقاء الفريق، كان في ثبات ووصلت نتيجه لخمسه رغم الاخطاء اللي كانت واضحه جدا من العمق الدفاعي. مباراه ذات رأس اليوم وشباب الاردن، اكيد كلامك صحيح، نفض الغبار للخساره باداء عالي المستوى من فريق جله معظمه من الشباب بقابل فريق غير ثوب الشباب، فريق كله محترفين إضافة للاعبين الخبرة السابقين في ذات رأس. إذن اليوم كان في فريق منذ مرحلة الإياب استقطب عدد كبير من اللاعبين زائد لاعبين الخبرة في ذات رأس، واجهوا فريق من الشباب جله من الشباب اليوم، يعني معظم لاعبين الشباب الأردن من الشباب، ولكن اللي متوقع بصراحة لأي إنسان قبل اللقاء بيحكي لك إنه اليوم ذات رأس راح يتسيد اللقاء، راح ذات رأس راح يفرض أسلوبه، ولكن على العكس تماما، الكابتن عيسى ترك فرض أسلوب مع هؤلاء الشباب، عزز الجانب الأخطاء اللي صارت ما بين القلبين الدفاع، وللعلم اليوم كان قلب دفاع ورد اللي هو لاعب ارتكاز، اضطر الكابتن عيسى يلعبه كقلب دفاع بجانب حسام أبو سعدة وتميز، والأخطاء اللي صارت أمام الفيصلي اليوم تلاشيها الفريق بشكل كبير. ظهير يسار أيضا بشباب الأردن مصطفى كزاعر كمان لاعب ناشئ إضافة مع رؤوف اليوم، لا حتى في ظل الغيابات كان في اللي هو لاعب الارتكاز اللي هو الرازم زائد أبو رياش من طرف يمين لاعب ارتكاز، واليوم بالمهاجمين اليوم تحت المهاجم المهاجم عبد الله أبو زمع لؤي عمران، اليوم كان عبد الله أبو زمع يتبادلوا، كان في ما تعرف مين المهاجم إضافة إلى موسى التعمري زائد رائد النواطير،
فبالتالي اي واحد كان يفوت في تبادل في المراكز في الناحيه الهجوميه. نعم. كان ضغط شباب الاردن فرض اسلوب من خلال ضغط نص الملعب، زائد الضغط العالي، زائد عمل الظهيرين. شفنا في كثير مراحل المباراه مصطفى بيدخل، رؤوف بيدخل، في ضغط عالي على اللاعب المستحوذ على الكره، في تنويع بالهجمات، في ذات راس مميزه اليوم ضغط بشكل كبير على اللاعب موسى التعمري. شباب الاردن مش فقط موسى التعمري، اذا كابتن عيسى ترك بذكاء، وبصراحة أرفع القبعة على الكابتن عيسى ترك في إدارته لهذه المباراة بشكل عالي المستوى، سير المباراة كما يجب. عارف أنه الأندية بتفكر أنه موسى التعمري فقط بشباب الأردن، تركيز عليه عالي، فتح المجال للاعبين كثر، شفنا الأهداف كيف دخلت، يمكن قلب الدفاع سجل، عبد الله ابو زمع اللاعب صراحه سجل بشكل رائع جدا من خلال اختراق. الهدف الثاني لو نتطلع عليه اختراق للظهير هاي الان هي مصطفى، ودخل ما بين اللاعبين ومررها لحضر تسجيل عبد الله ابو زمع. ذات راس على الشكل الدفاعي والشكل الهجومي كان مفقود. نعم. اكيد بنحكي انه شباب الاردن فرض اسلوب، ولكن مش لهالدرجه انك انت كمان ما يكون عندك شكل دفاعي وشكل هجومي رغم اللاعبين المميزين اللي لك. فبالتالي كان في البوصله مفقوده بصراحه ما بين الخط الخلفي والخط الامامي بشكل كبير، كان في فجوه واسعه. كونه دائما لما اللاعب احنا لاعب قلب دفاع باستمرار، زائد يكون لاعب ارتكاز، زائد لاعب نزعته دفاعيه، اذا بوحي لك ان انا بدي ادافع اليوم. صح. بعكس متطلبات ذات راس انه في فريق بده يحاول يوم، يعني ذات راس اليوم لو فاز في المباراه انا بحكي لك انه ثبت تقريبا 90%، وصحيح الان وضعه جيد بالنسبه للفرق، ولكن خساره اليوم تدخل في مرحله شك واعطى هبل الفرق الاخرى اللي بتصارع على الهبوط. اليوم مدافعين ذات راس كانوا دون المستوى بصراحه، كان في فرص كثيره، ثغرات كبيره ما بين عمق الدفاع حتى بالاهداف، سوء تمركز دائما بنحكي دائما لاعبين الخبره، مع انهم لاعبين خبره كانوا بالهدفين ينظروا لا الكره دون النظر للاعب، مراقبه اللاعب، وباستمرار بنحكي انه دائما لاعب بوازن ما بين الكره واللاعب، هذا كان مفقود في خط الخلفي لذات راس رغم الخبره الكبيره اللي بتمتع فيها عناصر ذات راس في هذا اللقاء. ولكن اداره المباراه تميز بصراحه الكابتن عيسى الترك بادارتها فنيا بشكل كبير جدا. طيب بالعوده لشباب الاردن، شباب الاردن انتظر حتى الشوط الثاني ليقدر يسجل الاهداف، ما هي الاسباب؟ الاسباب بصراحه قراءه فنيه، حكيت لك انا الاداره الفنيه المدرب قرا، المدرب اللي قرا المباراه بشكل جيد، عرف وين نقاط الضعف فريق ذات راس، ضغط بشكل اكبر، وجد انه فريق ذات راس لما بيحاول يبني ما يعني الفريق اللي بده يبني ما منعه من البناء بشكل كبير، رغم انه بالاصل ما كان يعني ما كان في سيستم معين لفريق ذات راس اللي تستطيع تقراه بشكل جيد. نعم. كان في انه اليوم قد يكون انه النتيجه بتاثر عليه، انه كان يكون بيسعى للنقطه، رغم انه اي فريق بده يلعب مع فريق مهزوم بخمس اهداف بيسعى انه يستغل هاي الفرصه. صحيح. ويكون هو يتسيد اللقاء ويخطف الثلاث نقاط، هذا كان مفقود. القراءه الفنيه للمدرب هي ما اثرت على المباراه من خلال قراءه المدرب، تشخيصه للحالات، نقاط الضعف، نقاط القوه في ذات راس، وان كانت قليله في هذا اللقاء، تميز الفريق بحيويه الشباب. تخيلي اليوم لما بحكي لك انا سجل حسام ابو سعده، سجل عبد الله ابو زمع، محمود جمال اليوم لاعب اللي نزل بديل شفناه واجه المرمى عده مرات، يعني لاعب مهاجم واعد له مستقبل كبير. التبديلات حتى التبديلات اللي اجراها الكابتن عيسى الترك، لما يخرج رائد النواطير ويدخل محله لاعب ناشئ، لما يخرج لاعب موسى التعمري مفاتيح اللعب القويه كمان يدخل محله لاعب شاب، لما يخرج يعني عناصر المهمه اللي احنا بنتوقع انها تشيل الفريق اليوم ايضا بدلها الكابتن عيسى واعطى فرصه جديده. يعني بتحكي فريق يعني اغلب اللاعبين دكي سن 20. نعم. فبالتالي هذا مكسب كبير لشباب الاردن، اللي هو انا برايي ابتداء من مباراه الفيصلي حتى مباراه اليوم، وهي كانت قطف الثمار بصراحه، تصليح الاخطاء بشكل كبير، توازن في الاداء، ثقه كبيره جدا، وكانما هؤلاء اللاعبين الان اصبح لهم خبره سنين، فهذا مكسب كبير لشباب الاردن لقاء اليوم. كابتن ديان، نادي ذات راس بعد هذه الخساره كيف راح يكون موقعه في منطقه الهبوط؟ هلا انا بحكي لك الفوز السابق على سحاب اكيد اعطاه دفعه قويه لذات راس، فريق ذات راس فريق بيمتلك حظوظ كبير الان بالثبات، كونه له مباريات في ملعب الكرك، وفريق بصراحه بيمتلك الشجاعه وبيمتلك الحماس باستمرار في ذلك الملعب. فبالتالي لكن هاي اللي حكيت لك الخساره هي باعتبارها بصراحه يعني حتى لو كان قطف نقطة اليوم تدفعه بشكل كبير، النقطة راح تكون غالية في صراع الهبوط. الآن عندك البقعة، عندك الصريح، الصريح إذا ما تفوق على الأهلي بصير 14، السحاب إذا ما قطف على أقل تقدير نقطة بالجزيرة بصير 14،
البقع اذا ما عمل مفاجاه وفاز على الرمسه فبصير 15، وبالتالي الان ترجعت نفسك للمربع الاول اللي يفترض اليوم نقطه انطلاق قويه للثبات. كانت اليوم مباراه شباب الاردن وذات راس، كانت بصراحه يعني سهله اذا كان درسها الجهاز الفني بشكل افضل من اللي حصل في مباراه اليوم. اذا طبعا الجميع بيترقب كلاسيكو كره القدم الاردنيه يوم السبت القادم بين الوحدات والفيصلي، لذلك خلينا نشوف هالتقرير التالي نشوف شو اخبار هاي المواجهه. سيكون الأسبوع 18 من دوري المحترفين على صفيح ساخن عندما يلتقي قطبال الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات مساء السبت على درة الملاعب الأردنية استاد عمان الدولي في مواجهة ستحدد مصيرها بالمنافسة على لقب دوري المحترفين. المواجهة المرتقبة التي ستكون على أرض الفيصلي والذي سيغنم بالنسبة الأكبر من المدرجات وهي 75% لن تقبل بنتيجة التعادل التي إن حدثت ستعطي الجزيرة الذي سيلعب بنفس التوقيت مع سحاب الأفضلية للوصول للقب الدوري. ويدخل القطبان بتواجد الوحدات بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يتبعه الفيصلي بالمركز الثالث بفارق نقطة وحيدة برصيد 33 نقطة، بينما يتصدر الجزيرة الترتيب ب 35 نقطة. وسيظهر الفيصلي بثوب فني جديد بقيادة المونتينيغريني بوشا والذي قاد الفريق في الجولة الماضية لتحقيق أكبر فوز في الموسم الحالي وعلى حساب شباب الأردن وبخماسية نظيفة، وبالتالي سيدخل الفيصلي المواجهة وهو في قمة النشوة ويتسلح بالثقة والمعنويات العالية. وستشهد قمة السبت عودة قائد فريق الفيصلي بهاء عبد الرحمن الذي غاب في اللقاء الماضي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى عودة إبراهيم الزواهري الذي غاب لنفس السبب. في المقابل فإن الوحدات ورغم تقدمه على الفيصلي بفارق نقطة يسعى لمصالحة جماهيره بعد التعادل في الجولة الماضية مع الأهلي ومن ثم التعادل مع الصحم العماني آسيويا. وتعول جماهير الوحدات على حنكة مدربها العراقي عدنان حمد من أجل تحقيق الانتصار بالرغم من الإرهاق الذي يعاني منه الفريق والغيابات المؤثرة التي ضربت المارد الأخضر بسبب الإصابات أبرزها محمد مصطفى ومحمد دميري. الفيصلي يراهن في كلاسيكو السبت على قوته الهجومية بتواجد الهداف الخطير أكرم الزوي بجوار البولندي لوكاس الذي شكلا ثنائيا مرعبا في اللقاء الأخير، فيما ستكون خطورة الوحدات في خط الوسط وتحديدا في الجناح الطائر منذر أبو عمارة ومهندس العمليات حسن عبد الفتاح. كلاسيكو ملتهب والجماهير تترقب أن تشهد قمة كروية من العيار الثقيل تضاهي حجم المنافسة ما بين القطبين، والنتيجة ستحدد مسار الدوري في أسابيعه الأخيرة. كابتن ديان، قمة القمم بين الفيصلي والوحدات هذه المرة تأتي المباراة بظروف تنافسية كبيرة بين الفريقين، خصوصا وأنه الفارق النقطي بسيط جدا. خلينا نحكي عن هذا اللقاء من الناحية الفنية. أكيد بداية قبل الناحية الفنية، يعني ظروف اللقاء هذا تختلف عن ظروف اللقاءات السابقة. في السابق كنا نشوف إحنا الوحدات والفيصلي لما يلتقوا يكون بصراحة أحدهم قريب من اللقب والفريق الآخر كان بهمه أنه يرضي جماهيره من خلال الفوز بهذا اللقاء حتى لو ما كان له أمل بالدوري كبير. اليوم اختلفت الأمور، اليوم الفريقين بيسعوا لهم أمل كبير بالدوري، ولكن وفي السابق كان يلتقوا أيضا ويكون لهم أمل بالفريقين نسبة التنافس بينهم متساوي على مستوى النقاط أو تكون الفرق نقطة أو نقطتين. ولكن ما يميز هذا اللقاء الفيصل الوحدات أنه أنا برأيي الشخصي لابد من فائز بهذا اللقاء بالنسبة للفريقين كونه في طرف ثالث مهم جدا وهو متصدر. نعم. وينتظر نتيجة هذا اللقاء. صحيح. يعني على الجزيرة بنتظر تعادل تعثر الفريقين ولا إنه فريق يطارده من الفريقين. يعني الجزيرة الأقرب له فارق نقطة هو الوحدات ويمكن فارق نقطتين عن الفيصلي. يعني لو أي مدرب للجزيرة أو القائمين على نادي الجزيرة بتمنى إنه اللي يفوز الفريق اللي هو بينه نقطتين مثلا. يعني الجزيرة كلك أنا بتمنى إنه الفيصلي يعثر الوحدات مش الوحدات يضل فارق نقطة بينه وبينه ويضغط عليه بشكل كبير. إذن التنافس كبير. أيضا الفريقين الوحدات والفيصلي الآن بيعرفوا إنه يعني بالسابق كان لما يلعبوا الفريقين يكون إنه أي طرف يكون في تحفظ كبير إنه يعني أي واحد من المدربين يكون ما يطلع خاسر هذا اللقاء، حتى بتعرف الجمهور
السلام عليكم وعليكم السلام، ما فيش نقاش بعد اللقاء. نعم. تعادل فيصل الوحدات. لا، اليوم اذا تعادل فيصل الوحدات راح تكون كبيره على الجماهير، كونه في فريق اخر راح يستفيد وينفرد، اذا في حال فوز على السحاب ينفرد براحه بالصداره في ظل وتعطيه دفعه معنويه. فاذا حساسيه اللقاء هذا بتطلب فنيا من الفريقين انه تكون مباراه فيها كر وفرمه بين الفريقين، استخدام اساليب اللعب الثلاث. لما نحكي اساليب اللعب الثلاث او يعني يكون ان اذا بدي العب هجم مرتده او اتحفظ، اذا بنقول لعب هجم مرتده سريعه مثلا لمرمى الخصم اكمل واضل هناك واضغط، اصير انا اتبادل الادوار. نعم. يعني تكون اداء كلاسيكي ما بين الفريقين، هجوم ودفاع متواصل، مش فريق والله انا بدي اضلني العب زون دفاعي واخلي الفريق الاخر يبني هجمه على كيفه وانا اضلني اعتمد على هجمه مرتده، لا هاي ما بزبط. المباراه هاي لازم يكون في هناك اساليب تكتيكيه بالسلط الهجومي واضحه جدا لكلا الفريقين، للوحدات وللفيصلي في على طول مجريات 90 دقيقه، لانه غير هيك بتكون بصراحه التحفظ الزائد عن اللزوم بيؤدي الى انفراد ومصلحه الفريق ثالث طرف ثالث اللي هو الجزيره. انا بحكي فنيا ترابط الفني والنقطة ما بين فريقين بتنافس قطبين، سمعة كبيرة للكرة الأردنية ما بين قطبين حتى على المستوى العربي، دائما وحكينا بتحفظوا الفريقين بهمهم ما يخسروا المدربين سواء الوحدات أو الفيصلي باستمرار، ولكن حساسية هذا اللقاء أنه وجود طرف ثالث سيستفيد من التعادل الفريقين في حالة فوزه في اللقاء القادم. طيب نحكي عن الأفضليات. الفيصلي عنده جاهزية بدنية أكبر من الوحدات، خصوصا أنه ما لعب أي مباراة من السبت الماضي، وعندهم كمان يمكن نقدر نقول متسلحين بثقة كبيرة ومعنويات عالية، فوز بخماسية. الوحدات سافر لمسقط، لاقى صحم العماني وعاد في ساعة متأخرة أمس، يعني ممكن أنهم يكونوا مرهقين. كيف ممكن يأثر هاي النقاط، كيف ممكن تأثر على لقاء الغد؟ أكيد دائما الضغط المباريات بيأثر على الفريق اللي بيلعب مباريات عدد أكبر من مباريات في ظل فترات زمنية قصيرة، أكيد هذا بيكون بصب فني على المستوى البدني أكيد مصلحة الفيصلي. ولكن الوحدات إذا تابعنا مباراته مع المنشية كان راجع أيضا من مباراة كبيرة كمان. نعم. وشفنا أنه هو تسيد اللقاء مع المنشية وكان أفضل إله طول 90 دقيقة. إذن هنا بيكون الجهاز الطبي على قدم وساق في الوحدات منذ انتهاء مباراتهم بعمان، أكيد حالة الاستشفاء بتكون الجاكوزي والساونا والثلج والمي الباردة كلها أكيد كانت بنفس، والتغذية الجيدة والراحة أكيد كانوا يعملوا عليها على مدار الساعة منذ وجودهم بالفندق في بعد المباراة فورا، فبدهم يعملوا يتابعوا الأمور هاي بشكل كبير. أيضا كمان في شك في بالنسبة كمان تكون أمور بدنية، وأيضا شك في إصابة بعض اللاعبين بالوحدات، سيباستيان في شك بمشاركته. نعم. إصابة أيضا عندي كمان عمر قنديل في عنده إصابة في شك مشاركته، يكون معه أدهم قرشي، يكون باسم فتحي بجانب طارق خطاب، شد العادة اللي بيعود لعمر عفوا لمنذر أبو عمارة، فبالتالي في إرهاق عند لاعبين الوحدات. لكن أكيد الأفضلية بتكون باستمرار للفريق اللي بيلعب مباراة واحدة كل أسبوع، تكون جاهز البدني أكثر، كونه كمان الفيصلي فائز في المباراة السابقة. ولكن ما يميز هناك في على المستوى الفني بالفيصلي شو المدرب اللي بده يشتغله، هل بده يظل على نفس النسق اللي لعبه مع مباراة شباب الأردن أو هناك في تغيير، كونه في عودة لاعبين مهمين بالفريق وبهاء عبد الرحمن وابراهيم الزواهري. بالعادي عوده هؤلاء اللاعبين تخلط الاوراق لدى المدرب، انه بتصير في حيره من امره، شو بده يشتغل معه بالاسلوب التكتيكي، بده اسلوب هجومي اسلوب متحفظ. لما نيجي على الامور الفنيه بحكي لك شو هي، بتضع المدرب بحيره كبيره بالنسبه للتشكيله. ولكن على المستوى البدني اكيد الفريق اللي بيلعب مباراه واحده حظوظه بدنيه افضل من الفريق اللي بيلعب بشكل مضغوط. كابتن ديان، خلينا نحكي عن غيابات الفريقين. بالنسبة لنادي الوحدات حيفتقد لخدمات الكابتن محمد مصطفى، من المحتمل أيضا غياب كل من لتميري والكابتن عبد الله ذيب. بالنسبة لنادي الفيصلي راح يفتقد لخدمات الكابتن خليل بن عطية. شوف الوحدات أنا بعرف إنه ممكن عبد الله ذيب مشاركته راح تكون موجودة، لكن الخوف عند الوحدات إنه من مشاركة اللاعب عمر قنديل كونه عنده إصابة، فبالتالي بيكون تجهيز باستمرار لما يكون يغيب عمر قنديل لأدهم القرشي. ايضا في غياب احتمال لسبستيان عنده اصابه عودت له سبستيان قلب الدفاع الكرواتي، فبالتالي بجهز في باسم فتحي. على مستوى الفيصلي عارفين انه غياب عبد الله ذيب اتوقع انه ما شارك في مباراه ودي، ولكنه جاهز يكون ضمن كشف المباراه.
الفيصلي الغياب خليل بن عطيه اكيد لاعب مؤثر وبرز بشكل كبير وراح المنتخب الوطني دليل انه برز كان لاعب مؤثر واكيد لاعب مؤثر بالفريق، ولكن الاطراف اللي بالفيصلي موجوده حاليا يمكن يوسف النبر ويوسف الرواجي موجودين وادوا مباراه كبير، يعني اطراف جاهزه بالفيصلي، ايضا في دكه الان بديله ممتازه بالفيصلي الان حاليا جاهزه لخوض اللقاء، عوده ابراهيم الزواهري كقلب دفاع وايضا اللاعب بهاء عبد الرحمن ايضا تضيف للفيصلي، فبالتالي في غيابات، ولكن انا برايي المباراه هاي دائما حافز لاي لاعب بديل يكون، يعني بتمناها اي لاعب بديل، يعني حتى بنحكي هنا فيصل الوحدات ما في عندهم لاعب بديل كلهم لاعبين اساسيين، فاللاعب بتجيها الفرصه عماله بده يغتنمها بشكل اكبر حتى يكسب جماهيري اكبر ويثبت مستواه للجهاز الفني. صحيح. إذا لقاء جماهيري كبير يوم السبت القادم راح يكون في ملعب استاد عمان الدولي، كما رؤيا التقت رئيسي رابطة الوحدات والفيصلي وأجرت معهم المقابلات التالية. سيدي العزيز، مباراة الفيصل والوحدات مباراة زي أي مباراة بالدوري، ولكن بتعرف أنت لأنه القطبين يعني والصدارة والنقاط الثلاث يعني هن هذول بيكونوا أهم 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 من كل شيء، شايف؟ والحمد لله عندنا جمهورين بتوع يعني بتحلى بروح رياضية عالية وعندهم روح رياضية، ويعني جمهور الفيصلي كمان أنا بكل كل احترام وكل التقدير وعارف إنه راح يكون قد المسؤولية بهذه المباراة. إحنا بنقول الوطن أهم من كل شيء، شايف؟ ولا إشي بيفرقنا ولا إشي بيبعدنا، إحنا أهل وإخوان وحبايب. الفيصل والوحدات الاثنين هم القطبين، هم اللي بمثلوا منتخبنا الوطني، هم أساس الكرة الأردنية، فإن شاء الله راح نكون على قد المسؤولية جمهور الفيصلي وراح يكون فعلا يثبت إنه الجمهور المثالي بهذه المباراة. احنا كجماهير وحدات للامانه خليتنا حلو مجتهدين من اسبوع 10 ايام نشتغل بالتنسيق مع اخونا ابو جهاد البنا، ترتيبات على قدم وساق حتى نخرج باروع صوره زي ما عودكم جماهير وحدات. ان شاء الله انا بحكي مش بقلل من قيمه اخواننا جماهير فيصل، بالعكس جمهور انا بعرف جمهور طيب جمهور محترم، لكن احنا بدنا نبدأ بأنفسنا، ترتيبات على قدم وساق، تنسيق مجموعة ورابطة بالتنسيق مع أخونا أبو جهاد البنا، وأبو جهاد البنا بدوره بحل كل الشوائب والعوائق اللي أجت قدامنا. كل الحب والاحترام لكل إنسان حتى لأخواننا في مدير الدرك، احنا في منطقة أو في موقع عزيز على قلوبنا كثير اللي هو وحدة أمن الملاعب قوات الدرك، اللي أنا باسمي وباسم جماهيري بقدم لها كل الحب والاحترام على التطور الرائع والإيجابي. هلا احنا اجتمعنا اليوم بمعية اخواننا رابط مشجعين الفيصلي اللي بكن لهم كل الحب والاحترام، بنقل تحيات جماهير نادي الوحدات لجماهير الفيصلي والرابط مشجعين الفيصلي ولمعالي الشيخ سلطان عدوان، وبقول لهم احنا على العهد بكون، هاي الأردن أردننا وأبو حسين قايدنا، وبعد كل الحكي والمقدمات اللذيذة حقي مشروع إني أأزر فريقي 90 دقيقة، جمهورنا بديش يكن ولا يقعد تجيع متواصل بدون ما نتطرق لأي إشي خارج عن الروح الرياضية. إحنا واحد مش اثنين، انتوا الرمشو إحنا العين، وهيك علمنا أبو حسين، شعب واحد مش شعبين، وصور صور يا مو صور، قايدنا عبد الله منور، من المدينة للوحدات، حب القايد للمامات، حياك عبد الله احنا رجالك والله، وصور صور يا مو صور. يعني انا شايفه زي كانه فايز بالمباراه، يعني مبسوط يعني
وانا برد عليه ولا شيء، بس بدي اياه يبارك لي بعد المباراه، لان انا متاكد 100% انه الزعيم سيكون بالصداره ان شاء الله. وانا برد عليه بدي اقول له كلمه واحده، شايف الزعيم قادم بقوه، والزعيم دوري 33 ان شاء الله يا ابو سعده. وانا بقول له هاي الميدان حق مشروع طبعا، حلوه نعمل اجواء على عبر قناه رؤيه الحبيبه، حلوه نعمل اجواء وحق مشروع زي ما قلت لك. بقول هاي الميدان يا حميدان، لا تنسى اخويا مازن احنا مركز ثاني وراح نبقى ان شاء الله ثاني، والجزيره راح تعطل، وحقنا انه جزيره يوقف واحنا نتصدر ان شاء الله. يا خوفي ان انا وياك اثنين نحط ايدنا على خدنا هيك ونروح ندور الجزيره. يعني كابتن واضح العلاقة اللي بتربط رؤساء روابط المشجعين جيدة وقوية وكلها محبة، رأيك بهاي؟ رأي كل الحب والاحترام لهذا اللقاء الجميل بصراحة، والتقرير رائع جدا يعني، وأبو سعد ومازل بني بصراحة اثنين أعلام من جماهير كرة القدم الأردنية، ومع سواء مع النادي الفيصلي أو مع الوحدات أو مع المنتخب الوطني. متمنى إن شاء الله هم كان يكون قيادتهم للجماهير قيادة مثالية، هم على قدر المسؤولية باستمرار. وأنا شايف أنه بصراحة الأمور والتجهيزات إيجابية بشكل كبير، لا تطلع المباراة إن شاء الله بروح رياضية عالية، بروح أخوية عالية. وحكى كمان مازن كلمة حلوة كثير، أنه الوطن أهم من صحيح. الجميع، وإحنا نكون أهم شيء بين التآخي والتراحم وعدم ونبذل المسيئين والابتعاد عن الشتائم. وكمان يعني أبو سعد وكمان حكى كلام طيب وعن الجماهير وعن الروح المثالية، وأنا شايف والله أنه الأمور مبشرة بالخير، ونتمناها مش لهاي المباراة كمان، لكل المباريات في الدوري تكون هذا هو إحنا شعارنا. إحنا دائما تربطنا الأخوة دائما والتواصل والتآصر ما بين كل أفراد المجتمع الواحد، وإن شاء الله المباراة تطلع بشكل إيجابي. أهم شيء نكون نشوف إحنا نتفرج على كرة قدم طيبة، كرة قدم نستمتع فيها كلياتنا بغض النظر عن الفوز والخسارة، وبالنهاية ونشوف هاي الروح اللي شفناها. أكيد أنا على ثقة تامة من الرجلين الفاضلين بصراحة، مازن البني وأبو سعده، أن تكون قيادتهم للجماهير بصراحة بشكل إيجابي وممتع لنا، سواء للمتواجدين داخل أسوار استاد عمان الدولي أو لكل المشاهدين اللي بيشاهدوها عبر شاشة التلفاز. إذا مستمرين معكم بإكسترا تايم، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد، مستمرين معكم بالحديث عن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المحلي. الآن ننتقل للحديث عن مباراة سحاب والجزيرة بالتقرير التالي. سيكون الجزيرة في اختبار جديد للمحافظة على صدارته لدور المحترفين عندما يحل ضيفا على سحاب في استاد الملك عبد الله الثاني في الجويسمة، في مواجهة لا تقبل قسمة على اثنين لكلا الفريقين. الجزيرة المتصدر برصيد 35 نقطة لن يفرط بأي نقطة، لأنه يدرك قوة المطاردين والباحثين عن خطف الصدارة منه في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري. ولكن تبدو الطريق سالكة للشياطين الحمر بعبور سحاب المحمل بالمشاكل، ولكنه سيرمي بكافة أوراقه تحسبا لأي مفاجأة، حيث سيكون الثلاثي السوري بقيادة مارديكيان حاضرا بالإضافة إلى نجمي الوسط محمد طنوس وعصام بيضين. سحاب صاحب المركز العاشر ب13 نقطة، يمن النفس أن يخرج من أزمته، ولكنه سيواجه متصدر الدوري وهو ينزف من المشاكل التي ضربته خلال مباراته الأخيرة أمام ذات راس والتي خسرها بهدفين دون رد، وشهدت طرد ثلاثة من لاعبيه البارزين بالإضافة إلى رحيل المدرب ثائر جسام أثناء اللقاء الذي ترك الملعب وغادر دون عودة. نزار محروس المدير الفني للجزيرة لن يتهاون مع سحاب رغم فارق الإمكانيات واختلاف الظروف بين الفريقين الذي يصب لمصلحة الجزيرة، ولكنه يخشى من أي تعثر يفسد عمل الشياطين الحمر نحو حلم السنوات الطويلة بالتتويج بلقب دوري المحترفين. كابتن، الجزيرة في صدارة الترتيب، بماذا الجزيرة مطالب للحفاظ على الصدارة والتمسك بها؟ الجزيرة أكيد يعني فرصة تصدر اللي ضاعت منه لفترة أسبوع صعب يفرط فيها،
ولكن بصراحة أمامه حاجز كبير رغم المشاكل اللي عند فريق سحاب، رغم الحرمانات، رغم، ولكن أنا برأيي سحاب أيضا يمتلك من الدكة البديلة. سحاب تعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، يعني عادة تعود المشكلة سحاب تعود على تغيير اللاعبين، يعني كل مباراتين ثلاث تلاقي تشكيل جديدة، إذا عنده دكة. هذا بدل أنه فريق عنده حيرة من أمره مين اللي بده يكون حتى بالكشف مين خارج الكشف. فبالتالي أنا برأيي الغياب اللاعبين ما بيأثر على فريق سحاب، ولكن اللي بيأثر عليه المشاكل اللي بالفريق. التواصل أحيانا في لازم يكون فاصل ما بين الجمهور من جهة وإدارة النادي واللاعبين من جهة، لازم يكون في فقط جمهور بشجع بزعل بفرح بشجع، وفي فصل تام بين الجمهور واللاعبين بعملهم الفني والإداري. هذا مش موجود في سحاب. الأصل يكون في فاصل كبير وعدم تواصل مستمر زائد عن الحد ما بين الجمهور والفريق، لأن الفريق بده يشتغل باستقلالية تامة. وعادة كثير بنحكي أحيانا المدربين بيعمل تمرين مغلق بفصل حتى عن الإعلام بعد الجمهور. هذا مش موجود بسحاب نهائيا. يفترض أنه الإدارة تعمل عليه. على المستوى الفني سحاب الآن في عنق الزجاج، الآن في ضغط عليه، بده يستثمر الآن منافسينه بصراحة صريح، بده يلعب مع الأهلي، البقعة بتوقع مع الرمثة، التوقف اليوم ذات راس أمام شباب الأردن. الآن فرصة له أنه يطلع أقل تقدير مش خسران هذا اللقاء يمتلك، ولكن بده يواجه فريق بصراحة لا يقبل بأقل من 3 نقاط، اللي عينه على الساد على الجويسمي والعين الأخرى بتكون على الكلاسيكو، لأنه تعادلهم أو حتى فوز أي فريق أو حتى أنا بيدي لا بيد عمرو، يعني الجزيرة أموره بإيده. يفوز طب كيف ممكن يأثر على الحالة المعنوية على الفريق وهو عينه على المباراة الأخرى؟ بالعكس، أنا بشوف أنه الفريق عندهم الخبرة الكبيرة، اللاعبين جزيرة خبيرين، الثلاثي السوري مارديكيان فهدي اليوسف الرفاعي من بيضين أيضا طنوس، اللاعبين خبرة، يعني اللاعبين بيعرفوا أنه هاي أصلا حافز اللي صار الآن، أصلا لقاء الكلاسيكو حافز لهم يتفوقوا. نعم. مش ضغط عليهم، يعني بنفس الوقت عارفين هناك في فريق راح يتعثر، لابد يتعثر فريق من المطاردين. انا بحكي لك والزم انه بتمنوا التعثر يكون اكبر للوحدات، انا بحكي بشكل عام هذا الواقع، ولكن هو بيحكي لك اني انا اخلص وما اسعى على النتيجه، ولكن اذا اجى شيء جيد تعادل الفريقين خير وبركه، ولكن الجزيره صعب يفرط بهذا اللقاء، راح يواجه بصراحه مواجهه شرسه مع فريق بحاول يتمسك بالامل ويرجع الامور لقواعدها سالمه من الاحداث المؤسفه اللي صارت مع صحيح. الاخوان في فريق سحاب، احنا كنا ما نتمنى لها. سحاب بدا بدايه جيده على مستوى الدرع على مستوى الذهاب، لكنه طمع باكثر من هاي البدايه فانعكست الامور بشكل سلبي عليه. الان مطلوب من سحاب الاداره، وبصراحه عندهم رئيس نادي واداره حكيمه بشكل كبير وتمتلك من الهدوء الكبير، المفروض واكب تفصل الامور الجماهيريه عن الفريق، والفريق بيمشي فريق سحاب بسهوله. أتوقع تكون المواجهة مش سهلة بشكل ما بتصورها الكل على الجزيرة رغم الغيابات، لأنه الآن في حافز كبير للاعبين أكون أو لا أكون، راح تكون مواجهة كبيرة جدا وحاسمة بين الجزيرة وسحاب، ومش سهلة نهائيا رغم الأفضلية. أنا بحكي لك أنا لفريق الجزيرة أنه يتوغل بالصدارة بشكل أكبر. كابتن ديان، زي ما تفضلت حضرتك، مباراة مش حتكون أبدا سهلة خصوصا على فريق سحاب، راح يحارب من أجل الحصول على نتيجة ينأى بنفسه عن مناطق الهبوط. اكيد، لانه اللي بحكي الان اقل اضعف الايمان يوصل 14 يكون قريب من ذات راس، اضعف الايمان، ولكن خساره خسارتين ورا بعض مهلكه لاي فريق، متعبه جدا نفسيا معنويا، اللي بصير بيدخل الفريق بمرحله شك، خاصه انه السحاب بتوقع من فتره طويله جدا ما فاز الا يمكن على فريق الصريح، والباقي كله خسائر وتعادلات، فريق دخل بمرحله شك كبيره والآن خسارة أخرى كمان، فبالتالي بصير الأمور صعبة جدا على الفريق. المنافسين أيضا موجودين، صريح الآن عنده مواجهة مصيرية مع الأهلي. نعم. البقعة بده يحاول يخطف أي نقطة من البقعة من الرمثة، فبالتالي الأمور مش سهلة على فريق سحاب ولا هي سهلة على الجزيرة. جزيرة إذا ما أيقن في نفسه أنه مباراة سحاب راح تكون سهلة قد يخسر هذا اللقاء. المباراة أنا شايفها مباراة احيانا الدور الكبير والحافز والدافع المعنوي، واذا عملت اداره الفريقين وخاصه سحاب على شحن الفريق بشكل جيد ومش زائد عن الحد قد يقطف السحاب نقطه، ولكن الجزيره بما يمتلكه بصراحه من قوه ضاربه وهجوميه وخط خلفي مميز وخط وسط شافي، الامور افضليه بتميل له بشكل اكبر.
إذا من لقاء الجزيرة والسحاب إلى لقاء آخر لا يقل أهمية أبدا عنه، لقاء المنشية والحسين إربد بالتقرير التالي. يبحث منشية بني حسن عن نقاط مواجهة الحسين إربد ليبقى على مقربة من فرق الصدارة ويبقي أماله بالمنافسة على لقب الدوري أو المراكز الثلاثة الأولى. وسيخوض المنشية مواجهة أمام غزاة الشمال على ملعب الأمير علي بالمفرق بين جماهيره في مواجهة متكافئة نسبيا. ويحتل المنشية المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وهو الفريق الذي تميز الموسم الحالي بالانضباط التكتيكي والنتائج المميزة التي وضعته رابعا حتى الأسبوع 18. ويملك المنشية مفاتيح فوز عديدة خلال اللقاء، أبرزها المهاجم هارج ديفات وعمر عبيدات، بالإضافة إلى حنكة المدرب أسامة قاسم. بدوره فإن الحسين إربد يسعى لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الرمثة، وهو يتطلع للعودة لمسار الفوز بهدف التقدم على سلم الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة. كابتن، المنشية والحسين إربد، المنشية أيضا يحارب للمنافسة على اللقب، فكيف رح يخوض المواجهة مع الحسين؟ المنشية أنا برأيي لابد أنه يخوض، يعني فريق مجتهد، يعني وصل نقطة 30 على الورق، المنشية بينافس على اللقب، بينافس على اللقب، وقد يصير تعثرات وله مواجهة أيضا يمكن بتوقع مع الجزيرة قادم، يعني على المتصدر. فبالتالي المنشية أيضا قد يستثمر لقاء الوحدات والفيصل حتى يقترب، حتى يقترب تعادلهم، فوز المنشية 33 قد يتعثر الجزيرة، يصير يعني يصير بينه وبين المطار الأول يمكن مباراة فقط. فبالتالي المنشية له حظوظ، يعني بده آمن، هو إذا آمن بحظوظه أكيد الكابتن أسامة قاسم رح يسعى للأسلوب الهجومي. الآن ما في شيء يخسره المنشية، يعني يمكن يغير أسلوبه، يلعب أسلوب الضغط بشكل أكبر، يلعب على الأطراف كالعادي، عنده محاور جيد، عنده لاعبين وسط، عنده خط خلفي ممتاز. فبالتالي قد يلعب على الأسلوب أنه يضغط ويهاجم ويبادر للتسجيل في مرمى الحسين حتى أنه يكسب الثلاث نقاط اللي هي برأيي راح يعني معنويا مفيدة جدا إله، وعلى مستوى التنافس قد تدخله من جديد على مقربة. الآن هو بينافس، ولكن لما تكون قريب جدا فرق نقطتين أو ثلاث إشي رائع جدا للمنشية، ولسه في جولات قادمة. على المستوى الآخر الحسين إربد يمكن 23 نقطة الآن بطارد، يمكن في كراسي موسيقية بين جزيرة، بين الحسين إربد، رمثة، شباب أردن، على المركز الخامس حتى أنه يقترب كمان من المنشية 30 إلى 23، بصير قريب يعني، فهمت علي؟ فالمركز الرابع الآن بطاردوه عدة أندية، رمثة، شباب أردن، الحسين إربد، راح يكون صراع كبير. وعارفين الكابتن ماهر البحري الآن بحاول يتبع الأسلوب الزون نص الملعب ويعتمد على الهجمة المرتدة بشكل جيد، وأحيانا بيضغط وفهم الفريق بشكل أكبر، وتعامل بالفترات الأخيرة بشكل جيد مع الفريق، تعرف على اللاعبين بشكل أكبر، وعمال بقدم مستويات جيدة الحسين إربد رغم الخسارة يمكن مع الرمثة. ولكن الأكيد المدرب لما يجي المرحلة الثانية بكون مش عادل الفريق، أكيد بده يحاول يتبع الأسلوب اللي يناسب إمكانيات اللاعبين. زج مجموعة من الشباب أيضا مفيدة جدا لفريق الحسين في الموسم القادم، ولكن أهداف اللقاء للمنشية أكبر من أهداف الحسين برأيي. نعم. إذن كمين معكم حديثنا عن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المحلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا فيكم من جديد، مستمرين معاكم باكسترا تايم. الان ننتقل الحديث عن مباراة الاهلي والصريح بالتقرير التالي. يحل الصريح متذيل ترتيب فرق دوري المحترفين ضيفا على الاهلي في مباراة تعتبر مصيرية للصريح اكثر من الاهلي، كون الفريق الشمالي يعاني الامرين للنجاح من شبح الهبوط. ويتطلع الأهلي لاستعادة درب الانتصارات، وهو الذي تعادل في الجولة الماضية مع الوحدات ليحل ثامنا برصيد 20 نقطة، بينما الصريح تعرض للخسارة أمام منشية بني حسن بهدفين مقابل هدف، وبقي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
ويجد الصريح نفسه بمأزق ومطالب بأن يختم نفسه بنفسه في هذه المراحل الصعبة ليصعد من استعداداته لهذه المواجهة بإقامة معسكر مغلق في العاصمة عمان. الليث الأبيض فريق الأهلي سيدخل اللقاء وهو منتشي بأول فوز آسيوي له في تاريخه، والذي حققه على السويق العماني الثلاثاء الماضي، لتعود الآمال له بالمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي. ويدرك الأهلي مدى الإرهاق الذي تعرض له لاعبوه خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون في حسابات الجهاز الفني الذي يضع مسألة تحقيق الانتصارات المحلية ضرورة ملحة في هذه المواجهة لإعادة الثقة للاعبيه. كابتن ديان، بشكل عام كيف ترى هذا اللقاء، خصوصا وأن الأهلي سيدخل هذا اللقاء بعد انتصار تاريخي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وفريق الصريح يعاني خلال هذا الموسم؟ أكيد الأهلي أعماله بيقدم مستوى جيد، في آخر مباراة مع الوحدات قدم مستوى جيد، وأتبعها الكابتن جمال محمود مع الفريق بصراحة بأداء رائع جدا مع السويق العماني، وفوز تاريخي وفوز مهم جدا، أدخل الأهلي الآن في تنافس بشكل كبير على إحدى البطاقتين إن شاء الله لتأهل الدور الثاني. فريق منظم الآن، فريق بتبع الأسلوب الهجومي، فريق يعني في عمل كبير في هذا الفريق، وبالتالي مهمة الصريح مش سهلة مع فريق الآن منتشي وبعماله في طور الاستعداد للقادم من مباريات كأس الاتحاد الآسيوي إن لم يكن لمباريات الدوري. وبالتالي الصريح فريق محير، فريق للآن يمكن من حوالي ما يقارب 18 نقطة الصريح عماله بحصل فقط يمكن 3 نقاط، هذا شيء كبير جدا في تاريخ الصريح على مستوى التاريخي. الصريح الآن بتوقع من الإياب للآن ما فاز ولا فوز، كتعادلات، وهي ما كانت في تاريخ فريق الصريح اللي دائما بنحكي عنه الفريق. وللعلم فريق الصريح من أكثر الفرق اللي يمتلك لاعبين على مستوى عالي، سواء بدلاء أو اللاعبين الاحتياط، فريق مستقطب لاعبين مميزين وبيخدموا المنظومة بشكل كبير. اللي بصير الفريق بصراحة هبوط على المستوى البدني وعلى المستوى الفني، شو اللي بده يواجه فيه فريق الأهلي بصراحة الآن مش واضح الأمور، ولكن في انحدار في المستوى الفريق على المستوى البدني والفني، في هبوط في اللياقة البدنية في الشوط الثاني بشكل كبير لفريق الصريح. هذا بتطلب أنه إعداد جيد لمباراة بحجم فريق الأهلي، الفريق اللي بصراحة شرحنا أنه منتشي بفوزه، فريق منظم بيلعب كرة قدم جيدة. فبنفس الوقت وكلمة أخيرة عن هاي المباراة، أنه الآن فريق الصريح داخل عنق الزجاجة، وهاي المباراة قد تكون بداية الخروج من عنق الزجاجة له. وبالتالي الآن هو يقبع في مركز صراحة الكل يعني بيحكي شو اللي بصير مع الصريح، كبيرة بحيرة من أمره الصريح. إذن مكملين حلقتنا معاكم لهذا اليوم، فاصل قصير وأخير ونرجع نكمل معكم. أهلا وسهلا فيكم جديد، مستمرين معكم بالحديث عن مباريات الأسبوع 18. الآن نتحدث عن مباراة الرمثة والبقعة. كابتن ديان، بشكل عام البقعة يرحل لمدينة الرمثة وسط ظروف صعبة، لا يعني يحاول يبتعد فيها عن مراكز الهبوط ويحقق نتيجة إيجابية. بنفس اللحظة تقدر تحكي لنا أو ممكن هذا الأسبوع يحدد ملامح البطل الدوري؟ بالنسبة للبقعة بسرعة بثوب جديد ورؤية فنية جيدة للكابتن عماد خان، كان عمل نقل نوعي بالفريق وعماله بيأدي الفريق مستويات جيدة، بيواجه فريق الرمثة أكيد عنده مشكلة البقعة في غيابات، يمكن حارس المرمى يكون غايب عنده، فبالتالي بيواجه الكابتن عماد خان كان غيابات كثيرة بهذا الفريق. الرمثة فريق عماله منتشي بأداء هجومي كبير، في توافق ما بين المدرب واللاعبين بشكل كبير، انسجام كبير. أنا برأيي بطولة الدوري بالنسبة لسؤالك صعب نتكلم فيها الأسبوع هذا، ولكن يمكن يكون هناك مؤشر في حال فوز الجزيرة وتعادل الفيصل والوحدات. نعم. مؤشر يكون أقرب للجزيرة. مؤشر. نعم. مؤشر. إذن نتمنى التوفيق للجميع في منافسات هذا الأسبوع. من عالم كرة القدم بننتقل لعالم المحركات وتقرير عن تفاصيل رالي جوردن رايدرز لسنة 2017. للسنة الرابعة على التوالي أعلنت مجموعة جوردن رايدرز في مؤتمر صحفي عن إطلاقها رالي جوردن رايدرز 2017 للدراجات النارية،
في الفترة ما بين 27 و29 من نيسان الجاري، حيث من المتوقع أن يستقطب الرالي ما يقارب 700 دراج هذا العام، منهم 500 على الأقل من دول عربية وأجنبية مختلفة. جوردان رايدرز تنظم الرالي برعاية الأمير فيصل بن الحسين وبالتعاون مع نادي الدراجات الناري الملكي الأردني وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في إطار منحة قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن والممول من نادي الدراجات الملكي، وذلك بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية مميزة لهواة محترفي هذه الرياضة إقليميا. هذا الحدث اليوم يستقطب حوالي 700 دراج عربي وأجنبي من خارج المملكة الأردنية الهاشمية. بدأت الفكرة في قبل 4 أعوام بإقامة هذا الحدث في الأردن حتى نكون نسوق الأردن، نكون الأردن منتج سياحي، والحمد لله رب العالمين قدرت تنجح مجموعة جوردان رايدرز بدعم ومساندة كل الفرق الأخرى بإنجاح هذا الحدث وأنه يكون صورة مشرقة للأردن بإذن الله تعالى. وقال عطوفة أمين عمان ووزارة السياحة والآثار عيسى جمو بأن رياضة الدراجات بدأت تتحول إلى سوق له تأثير بشكل متزايد في عالم السياحة والسفر، وهو نمط من أنماط سياحة المغامرات التي تتمنى الوزارة أن تتوسع أكثر وأكثر للمساعدة في التعريف عن السياحة التاريخية والتعليمية والعلاجية والدينية والتراثية والثقافية والبيئية في الأردن. هذا الرالي للسنة الرابعة على التوالي، السنة بنتوقع حضور رائع حوالي 700 مشترك. السنة عندنا إن شاء الله مسارين جميلين بالإضافة لمسار مسائي راح نتوجه فيه للمدرج الروماني للساحل الهاشمية لإقامة حفلات على طابع روماني مع الجيش الروماني راح يكون يرافقنا معنا إن شاء الله. يعني أولا أنا سعيد جدا أني أولا أحد مؤسسين الجوردان رايدرز. لما بتذكر انه عملنا الجوردان رايدرز كانت فكره حلم اولا بالبدايه، وكنا مجموعه بسيطه يعني. الحمد لله اليوم احنا 150 دراج حقيقي بالجوردان رايدرز. فانا سعيد جدا، سعيد انه بدينا هي فكره كنادي الدراجين هوايه هي، لكن اليوم احنا بالرالي الرابع السنه الرابعه على التوالي. الحمد لله اليوم بالرالي راح يكون عندنا موجود من كل العالم موجودين بالأردن إن شاء الله. وينطلق المشاركون في الرالي مقسمين في 4 مجموعات يومي الجمعة والسبت، حيث سيتم المرور بالعديد من المعالم الطبيعية والأثرية كمناطق مادبة وأم رصاص والهيدان وجبل نيبو، بالإضافة إلى جولة مسائية سيتم المرور بالساحة الهاشمية والمدرج الروماني أحد أهم المعالم التاريخية في العاصمة عمان. رالي ترويجي تعريفي للمناطق السياحية حيث يخلو من التنافس بين المتسابقين، ويعتمد على تبادل الخبرات والثقافات في محاولة لجعل الأردن مكانا مرموقا على المستويين العربي والدولي في رياضة الدراجات النارية. كابتن دياب بدنا نشكر وجودك معنا لهذا اليوم، شرفنا ونورنا دائما باكسترا تايم. وانا بتشرف بوجودي معكم باستمرار، مشكورين.